لاختيار خمسة معطلين وخمسة مشاريع صغرى في جامعات قروية محدودة خصصوا 25 مليار للمواكبة الإدارية وما يقرب 2.5 مليار للترويج لفرصة من طرف مؤثرين افتراضيين. وهذا فعلا يدل على أننا أمام حكومة افتراضية اختارت استبدال المغرب المؤسساتي بالمغرب الافتراضي. واش عارفين فين غاديين ولا غير صايقين؟ 125 مليار كلفة فرصة ضيعنا منها الربع في الدعاية في عز الأزمة. شوف شحال كلفكم العقم التواصلي ديالكم سيد رئيس الحكومة، حكومة عاجزة عن التواصل، دليل لجوءكم إلى مؤثرين لأن خطابكم لا يؤثر على الشعب. والمغاربة كيضحكوا على هذا الشيء، قال لكم مؤثر غادي ياخذ 30 مليون باش يقنع واحد، غادي ياخذ 10 مليون، إلا ما رداش غادي يمشي للحبس. شوفوا دابا الدولة ضحكة.